حنور اهلا وسهلا بكم في فلاش سبور. البارح كان الموعد مع ندوة صحفية للجنة التسوية في الجامعة التونسية لكرة القدم بحضور السيد وزير الرياضة الجديد الصادق المرالي وثلاثة ممثلين من الاتحادين الدولي والإفريقي. وبعد الندوة كنا حكينا مع رئيس الجامعة المؤقت كمال يدير حول خارطة الطريق الموضوعة لإنقاذ الكرة التونسية. لا في دروت واضحة باش نمشيو للجهاد في الشمال والوسط والجنوب، وشكون يكون لقاءات مع كل من يهمه الأمر، جمعيات من رؤساء جمعيات من فنيين من صحفيين من كل من تدخلين في الشأن الرياضي باش يعطيونا آراءهم، ما أنا باش نمليو حتى معناها حتى قرار باش نجيو به مسبق. هذا نأكدوا باش نسمعوا العباد، باش تكون ثم لجنة نتاع تدوين باش نجتمعوا بعد اللقاءات نتاع الشمال والوسط والجنوب، وتقع بلورة كل ما جاء في التدخلات. من وقتها نقروا معناها عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح معناها، وفي نفس الشيء معناها منصوص في اللوائح نتاع الجامعة شكون باش يشارك في الجلسة عامة الخارقة للعادة، وفي وأخيرا الجلسة العامة معناها الانتخابية اللي هي ترجع أساسا للجمعيات ورؤسائها واللي باش يقروا مصير الرياضة التونسية، ماناش احنا هو الناس الكل. موضوع آخر مهم جدا تحدث عليه كمال يدير البارح هو الوضع المادي الصعب للجامعة التونسية لكرة القدم، وعطى تفاصيل تكشف لأول مرة. أنا تلقيت معناها تقرير من الجامعة الدولية لكرة القدم حول وضعية متاع الجامعة متاعنا اللي بعثته الفيدراسيون، بعثته الكاتب العام للجامعة الدولية، وشفت أنه لابد، وطلبت من الفيفا وطلبت من السلطات التونسية، قلت لهم راني باش نقوم معناها بدعوة كوميسير وكونت اكسترن بالتثبيت في كل العمليات المالية اللي صارت في الجامعة، وهذايا باش تكون عندنا صورة مدققة، لأنه الأرقام تختلف من تقرير إلى تقرير. وقلت لكم قبيلة اللي لابد من إعادة النظر في هيكلة الجامعة، لأنه هام جدا باش نعرفوا كيف كوا كون كومون، كل واحد عنده مسؤولية، وفي كل هيكل معناها محترم تلقى الإدارة العامة، تلقى شكون ليه بالتشريعات، ثم شكون ليه بالمالية، وفي كرة قدم تلقى شكون ليه بالرياضة، معناها هذايا ثم تداخل معناها في بعض الحالات بين الناس، إن شاء الله في أقرب الوقت، ومعناها نحطوا معناها المثال هذايا لحماية معناها الموظفين نتاعنا. تضرب ما نجمش نقول تضرب الأرقام، لأنه الكوميسير وكونت الأنترن اللي هو معناها الجلسة العامة هو اللي عينته، معناها إنا با كونفيرمي لوديت على خاطر السيزون ما كملتش حسب المواثيق اللي وصلته، ما كلمته وباش يعطيني هو رأيه. البارح أيضا كان لنا لقاء مع الرئيس الجديد لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة محمد عطالله، اللي أكد أنه خمسة فرق فقط نجحت في تسجيل أسمائها في الرابطة الأولى. اجتمعنا نحن في المهمش اللي تالي اليوم في حد شيء، الحاجة الوحيدة أول حاجة طلبتها اللي تا الفينانسي متاع الرابطة، أعطيني لي ديت متاع الرابطة باش نعرفوا كيف أدريسي اللي مخلصة الانجاجمون نتاعها فيزافي دو لا ليغ، ليسبيرونس خاصة، كلوب أفريكان خاصة، النجم الرياضي الساحلي خاص، النادي الصفاقسي خاص، السي أو بي خاص، والأخرى هذه المرسى خاص، المرسى مالوروزمون اللي طلعت في ديفيزيون 2 خالص في زفيد لا ليغا، الردوفونس في جهة الرابطة مش دو شهر الجامعة رابطة. وللمعلومة بقية الفرق مطالبة أنه تتوجه للرابطة الأيام هذه لتسوية وضعيتها المادية وجدول ديونها قبل موعد الجولة الأولى، ولا نية تام الجامعة لتأجيل موعد انطلاق البطولة. وإحنا نحكيه على الجولة الأولى، ديما نذكر الجولة الأولى الترجي سيتسلم فيها لقب الموسم الماضي ضد اتحاد تطاوين، ورسميا رفض مطلب تأجيل المباراة من الجامعة والرابطة فيما يخص مباراة اتحاد تطاوين والترجي، وبالتالي المباراة القادمة يوم السبت سيتسلم الترجي كما قلنا قبل انطلاق المباراة اللقب متاع الموسم الماضي. به لجنة صلاحية الملاعب توا نحكيو عليها رفضت إقامة مباراة اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي في ملعب بنقردان، يعني رفضت مد شهادة صلاحية الملعب لبنقردان، وبالتالي الهيئة المديرة للاتحاد طلبت من رابطة إجراء اللقاء في ملعب حمادي العقربي في رادس حسب أكدو محمد عطالله. هو بنقردان ولا واش عندي نقول لكم، بنقردان طلب يلعب كونت كلوب أفريكان في حمادي العقربي، كمان من مرسى نبدا نقطفوا باش نعديوها غدوه للبيرو، وسي البيرو كيف ديسيدي البيرو فيدرال، لا البيرو لا ليغا
صعيبه شويه صعيبه. شو قلك؟ انا رئيس معي 6 أعضاء. نتعداو للمنتخب الوطني ورسميا مهدي النفطي كما أكدنا برشا مرات لن يكون في الإطار الفني للمنتخب، والمعوض قيس اليعقوبي حسب ما أكده لنا البارح المدرب الوطني فوزي البنزرتي. فوزي قيس باش يكون في الإطار الفني؟ مهدي برصاوي قيس. خلاف مع مهدي النفطي شنو؟ ما عنديش خلاف مع حد عاد، معناتها بو معناتها كان معناتها كي في شومان سون شومان سون كاركتير معناتها ما ينجمش يكون معناتها براتيكمون معناتها اون سيكون. نستناو وجوه جديده؟ با بوكو، اني كارتيزيان نمشي باللوجيك. باش توعد جمهور تونسي؟ معناتها انا بالنسبه ليا معناتها حسب المعطيات اللي عندنا اكسترا معناتها كونه لي ميور جوار معناتها اللي عندنا مع كلية اكسباتري لا تونيزيان لا حد شيء، انا بالنسبه ليا صار الميور كي صار الله حسب المعطيات عملناها ونعد مع درزناهم فردا فردا. في مشكله في الهجوم ولا ديما عندك الحلول ما شاء الله؟ يا توجور دي سوليسيون ما فماش مشكله. أنا بالنسبة لي ديما يزول البروبليم، حتى كان عندي مشكلة ما نحكي لك شالي. لا مو الجمهور يسأل اللي لوجه على الحلول خاطر ضرنا برشا الهجوم. سي نوتر رول، سي نوتر رول دروفي لي سوليسيون، ما فهمتيش. سواء من البطولة هنا ولا من برا. إي سي نوتر رول دروفي لي سوليسيون. سي فوزي فما حنا بعض صح تو في بيرلي، ما عرفتش شنو رأيك. حنا بعض، ولاية أمي معناتها برلوية تكلمت معاه ولي كونتون معناتها أكتويلمون بالعكس أنجوك جلام بيان وزيته مورال وحبيت معناتها يولدنا كوا. صح العاشوري مصاب شوي. النجم ما يكونش موجود. تنجم. واضحة إجابة فوزي بنزرتي على عاشوري، يقول لي أتنجاوبك نهار الخميس، إذا الندوة الصحفية رسميا ستقام يوم الخميس لتقديم الإطار الفني للإعلان بصفة رسمية على قيس اليعقوبي. المعلومة اللي نعطيوها باش يكون هو معوض لمهدي نفطي في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. حنبع المجبري لن يكون في المنتخب، هذه معلومة نأكدوها بصفة رسمية. انتقل بيرنلي، حبت له شوية وقت باش يتأقلم مع الفريق، ما عندوش نسق مباريات. هذا بالنسبة للمنتخب التونسي. العاشوري كما قلنا مصاب، وعديد من المفاجآت الأخرى باش تكون حاضرة في القائمة. إلى أخبار الميركاتو، نادي أهلي طرابلس الليبي أعلن التعاقد مع غيلان الشعلالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ترجي. الفريق يدربه الممرن التونسي شكري الخطوي، وانتدب مؤخرا اللاعب الليبي السابق للترجي حمدو الهوني. ونختم بأخبار الكرة الطائرة، بطولة أفريقيا للرجال المقامة في تونس تحت 18 سنة، المنتخب الوطني انتصر البارح على رواندا 3-0. واليوم 7 في قصر الرياضة بالمنزه تونس الجزائر. في قاعة المشاتل في العاصمة البارح منتخب السيدات حقق فوزه الثالث في بطولة افريقيا تحت 20 سنة بعد انتصار على كينيا 3-0، وبطولة العالم الأولى للناشئين في بلغاريا تحت 17 عام. الدور الثمن النهائي اليوم 9 متاع الصباح تونس مع بلجيكا. شكر كبير للسيد أحمد بوساق كالعادة يمدنا بكل التفاصيل والنتائج الخاصة بالكرة الطائرة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.